من خلال ستوريات انستغرام وضحت ماريانا غريب سبب غيابها من على انستغرام لفترة معينة. هاي جايز، كيفكم؟ اول شيء بدي اعتذر منكم عن القطعه اللي قطعت على الانستغرام. بدي اقول لكم شكرا كثير على محبتكم ورسائلكم يلي بتجنش. انا كنت طافيه تليفون لان كنت بعطله برا اسطنبول، انا كنت بتراب زون، ف بدي اعتذر منكم صراحه. ما كنت عم بحكي مع حدا ابدا غير ماما، ومو كل يوم حتى كنت عم بحكي معها. نزلت امبارحه اغنيه بيسان اسماعيل مع الفنان محمد دأدو اللي كانت كوفر تركي عربي لاغنيه تركيه كتير مشهوره، فنزلت بيسان اسماعيل هالستوريهات للاعلان عنها. حبايبي، نزلت غنية تركية بتجنن، غنية كلكم بتنتظروها بصوتي وكتير كتير 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 بتحبوها مع الفنان محمد دأدو. ارفعوا الشاشة لفوق كلياتكم شوفوا الغنية بتجنن. تمكنت مريم من تخطي حاجز المليون متابع على تيك توك، فألف مبروك لمريم عقبة للعشر مليون. أما نارين بيوتي فشاركت هالصورة مع الشيف العالمي بوراك من بعد زيارتها لمطعمه بدبي، واللي حققت ما يقارب النصف مليون إعجاب خلال ساعات قليلة فقط من نشرها. وشارك الشيف بحسابه اللي يتابعوا فيه أكثر من 18 مليون متابع فيديو مع نارين بيوتي خلال زيارتها، حيث حقق الفيديو أكثر من 4 مليون مشاهدة لحد الآن. أما أصالة المالح فشاركت مجموعة من الصور من بعد خروجها من المستشفى بعد الولادة، وشاركت ستوريهات من البيت. فما رأيكم بالصور الجديدة مع البيبي الجديد؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.